خلافا لما تتداوله مواقع السوشيال ميديا عن براءة الفنان سعد المجرد أو تمتعه بالحرية الكاملة، فالمطرب المغربي المتهم باغتصاب شابة فرنسية قد تم إطلاق سراحه رسميا، ولكن تحت 4 شروط أساسية، حيث أكد بيان للنيابة العامة الفرنسية أن حرية المجرد تستلزم بالضرورة سحب جواز سفره ومنعه منعا باتا من مغادرة الأراضي الفرنسية تحت أي ظرف، مع إعطائه سراحا مشروطا ومؤقتا حتى انتهاء التحقيقات، وإجباره على تسليم نفسه يوميا أمام الدرك الفرنسي. كما كشفت صحيفة لو باريزان الفرنسية عن سر الإفراج السريع عن المعلم رغم توجيه تهمة الاغتصاب إليه رسميا عقب تحقيقات استمرت 6 ساعات متواصلة مساء الثلاثاء، انتهت بإطلاق سراح مؤقت ومشروط بكفالة مالية عالية بلغت 150,000 يورو، أي ما يعادل حوالي 160 مليون سنتيم، مؤكدة أن التحقيقات ما زالت جارية ولم تغلق القضية بعد. وعن تفاصيل ما حدث ليلة الأحد المشؤومة، فقد جاء على لسان محامي المجرد جون مارك أن المجرد تعرف على الفتاة الفرنسية في أحد الملاهي الليلية بسان تروبي جنوبي فرنسا، وعرض عليها أن ترافقه برضاها إلى غرفته في الفندق الذي كان يقيم فيه ليتوافق الطرفان على إقامة علاقة جنسية رضائية حسب وصف المعلم دون وجود أي دليل على تعنيف أو ضرب أو اغتصاب مثل ما ادعت.